أحبائي طلبة وطالبات الفرقة الأولى كلية الطب، أهلا بيكم ومرحبا في موضوع من موضوعات الجنرال امبريولوجي الهامة للغاية، وهو فيتال ميمبرينز. آخر الفيتال ميمبرينز اللي هنتكلم عنه إن شاء الله هيكون البلاسينتا، لكن قبل ما نتكلم بالتفصيل عن البلاسينتا عايزين نتناول نقطتين مهمين عن مصطلحين مهمين خالص نتعرف عليهم علشان نفهم البلاسينتا ازاي اتكونت. المصطلحين دول هما الديسيديوا والكوريون. اول المصطلحات اللي هنتكلم عنه هو الديسيديوا. الديسيديوا ببساطة هي الاندوميتريوم بتاع البريجننت يوترس. ممكن نقسم الديسيديوا الى ثلاثة اقسام، او الاندوميتريوم ده الى ثلاثة اقسام. القسم الاول والمهم هو الديسيديوا بيزاليز. الديسيديوا بيزاليز هو جزء من الديسيديوا او من الاندوميتريوم اللي بيحصل عنده الامبلانتيشن اوف ذا اوفم. القسم الثاني هو الديسيديوا كابسولاريز، وده الكفرنج بتاع ديفلوبينج امبريو. اما القسم الثالث والاخير فهو الديسيديوا بارايتاليز او الديسيديوا فيرا، وده اللايننج ابيثيليوم بتاع الريست اوف ذا يوتراين كافيتي. مع الجروس بتاع الامبريو الديسيديو كابسولاريز بتبقى ان كونتاكت مع الديسيديو بارايتاليز، مش بس كده لكن بتتحد معاها زي ما احنا شايفين من الصورة A للصورة B. عشان كده الديسيديو كابسولاريز بيحصل لها ديجنريشن، والكوريون بيبقى ان كونتاكت مع الديسيديو بارايتاليز، واليوتراين كافيتي بتختفي. الديسيديو بيزاليز هي الجزء المهم، وده الماترنال بورشن بتاع البلاسينتا. المصطلح الثاني اللي يهمنا نتعرف عليه قبل ما نتكلم بالتفصيل عن البلاسينتا هو الكوريون. ببساطة الكوريون هو عبارة عن الممبرين اللي بيتكونوا التروفوبلاست مع اللايننج ميزوديرم. مع تكوين الكوريونيك فيزيكل زي ما احنا شايفين من الكوريون بتبتدي تطلع بروجيكشنز اسمهم كوريونيك فيلاي. من جدار الكوريونيك فيزيكلز بتبتدي يطلع بروجيكشنز اسمهم كوريونيك فيلاي. في بداية الامر الكوريونيك فيلاي عبارة عن التروفوبلاست وبس، سايتوسنسيتيو تروفوبلاست، ودي اسمها برايمري فيلاس زي ما احنا شايفين في الصورة رقم A. بعد شوية بينمو ميزوديرمال كور داخل الكونكتيف تيشو بتاع الفيلاس، وهسمي الفيلاس دي سكندري فيلاس. في داخل الكونكتيف تيشو بيبتدي يتكون بلاد فيزلز من الاكسترا امبريونيك ميزوديرم، وهسمي الفيلاس في المرحلة دي تيرشري فيلاس. مع بداية الشهر الثاني من الحمل بيطلع عدد كبير من الفيلاي، سكندري فيلاي وتيرشري فيلاي، من السيرفس بتاع الكوريون. الفيلاي دي بتعمل امبيدنج او بتعمل بنتريشن الى داخل الديسيديو اوف ذا يوترس. وفي بداية الامر الكوريونيك فيلاي بتطلع من سطح الكوريونيك فيزيكل داير ما يدور زي ما احنا شايفين في الصور اللي فوق. مع تقدم ايام الحمل مع الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع بتبقى الكوريونيك فيلاي محددة بس في منطقة الديسيديو بيزاليز، واسمي الكوريونيك فيلاي في الحتة دي او اسمي الكوريون في المنطقة دي كوريون فراندوزم. اما باقي الفيلاي اللي طلع من الكوريونيك فيزيكلز فبتضمحل، واسمي الكوريون في الحتة دي كوريون ليفي. اذا الكوريونيك فيلاي بتفضل وبتستمر في النمو بتاعها من منطقة واحدة بس، هي الكوريون فراندوزم، وده المواجه لسطح الديسيديو بيزاليز او المكان بتاع الامبلانتيشن. من الكوريون فراندوزم ومن الديسيديو بيزاليز هتتكون البلاسينتا. نلاحظ بعد كده انه الماترنال بلود فيزلز هتبتدي تصب الدم فيها في المسافات ما بين الفيلاي وبعضها، فتبتدي تتكون حاجة اسمها البلود لاكيوني او البحيرات الدموية بين الفيلاي وبعضها.
كمان في داخل الفيلاي في بلود فيزلز ودي بتاعه الامبريو، وعبر جدار الفيلاس بيتم تبادل المواد الغذائيه ما بين الدم اللي موجود في الانترفيلاس سبيس والدم الموجود في البلود فيزلز بتاعه التيرشري فيلاي، ودي النواه الاولى لتكوين البلاسينتا. والمنظر اللي احنا شايفينه ده عباره عن لونجيتودينال سيكشن في واحد من الفيلاي، باين فيه التيرشري فيلاي اللي فيها السيتو والسنسيتو تروفوبلاست والميزوديرمال كور، وفيه الفيتال بلود فيزلز، وما بين الفيلاي وبعضها بتبقى الانترفيلاس سبيس اللي مليان بالماتيرنال بلود، وعبر الجدار بتاع الفيلاس بيتم الاكستشينج اوف نيوترنت ماتيريال والويست برودكتس ما بين الدم بتاع الفيتاس واللي ماشي في الفيتال بلود فيزلز المتلونه باللون الازرق والاحمر، وما بين الماتيرنال بلود فيزلز الماتيرنال بلود اللي موجود او بيملى الانترفيلاس سبيس. لو اتكلمنا بقى عن البلاسينتا بشيء من التفصيل، نقدر نقول انه البلاسينتا واحد من الفيتال ميمبرينز المسؤوله عن النيوتريشن والريسبيريشن والاكسكريشن اوف ذا امبريو. تكوين البلاسينتا بيكتمل عند الشهر الرابع من الحمل، والبلاسينتا بتتكون من جزئين هما الكوريون فراندوزم والديسيديوا بيزاليز. لو اتكلمنا عن تركيب البلاسينتا، نقدر نقول انه البلاسينتا عبارة عن جزئين. الجزء الاولاني الفيتال بورشن او الفيتال بارت، وده عبارة عن الكوريون فراندوزم، والجزء الثاني هو الماتيرنال بورشن او الماتيرنال بارت، وده عبارة عن الديسيديوا بيزاليز، وما بين التو بورشن يطلع الانترفيلاس سبيس اللي مليان بالماتيرنال بلود، واللي فيه بيتم تبادل او بيتم الاكستشينج اوف نيوترنت ماتيريال والويست برودكتس ما بين الفيتال بلود والماتيرنال بلود. في اثناء الشهر الرابع والخامس من الحمل بتطلع من الديسيديوا بعض الحواجز اسمهم ديسيديوال سيبتا. الحواجز دي بتبرز الى داخل الانترفيلاس سبيس، وبتقسم البلاسينتا الى عدد من الفصوص من 15 الى 25 فص بنطلق عليهم اسم كوتوليدونز. لو بصينا للبلاسينتا او الفول تيرم بلاسينتا نلاقيها تقريبا ديسكويد ان شيب، قطرها حوالي 20 سنتي وسمكها حوالي 3 سنتي ووزنها حوالي 500 جرام، وبتغطي حوالي ربع مساحة او الانترنال سيرفيس بتاع اليوتراين كافيتي. ده منظر للبلاسينتال سيركيوليشن اللي نقدر نقول انه الكوتوليدونز هتستقبل الدم من خلال مجموعة من الارترز ماتيرنال ارترز اللي هتصب الدم بتاعها في الانترفيلاس سبيس، والبلاد بريشر في الانترفيلاس سبيس بيبقى عالي، وده بيعمل فورس للبلاد انه يملى كل الانترفيلاس سبيس اللي بتعوم فيها الفيلاي، والبريشر العالي ده هو المين درايفنج فورس اللي بيتم من خلاله الاكستشينج اوف ماتيريال عبر الجدار بتاع الفيلاي من دم الام الى دم الفيتاس اللي بيمشي داخل الامبلايكال فيزلز. ده شكل البلاسينتا بعد الولادة. البلاسينتا بتطلع في المرحلة الثالثة من الولادة، أي بعد مرور التشايلد أو بعد التشايلد بيرث بحوالي دقايق بسيطة تصل أحيانا إلى نص ساعة. لو بصينا على البلاسينتا نلاحظ إن البلاسينتا ليها تو سايدز، فيتال سايد وده اللي ظهر قدامنا في الصورة، والفيتال سايد بيتغطى بالأمنيوتيك ممبرين وبيبقى الأمبلايكال كورد أتاتشد للسنتر بتاعه. احيانا نلاقي الاتاتشمنت ده اكسنتريك او حتى بريفرال زي ما في حالات الفيلامنتوس بلاسينتا. اما من ناحيه الماتيرنال سايد فالبلاسينتا هنلاقيها عباره عن مجموعه من الفصوص من 15 الى 20 فص هنسميهم كوتوليدونز، بيتغطوا بطبقه رقيقه من التيشو بتاع الديسيديوا بيزاليز، والديسيديوا السيبتا بتبان على هيئه جروفز ما بين الكوتوليدونز وبعض. ما ننساش ابدا انه مفيش اي نوع من الاختلاط ما بين الدم بتاع الام اللي موجود في الانترفيلاس سبيس وما بين الدم بتاع الامبريو اللي موجود داخل الفيتال بلود فيزلز،
لانه في حاجز ما بينهم هو البلاسينتال بارير. البلاسينتال بارير عباره عن الاندوثيليوم بتاع الفيتال بلاد فيزلز والكونكتيف تيشو الموجود في الفيلا سكور ومعاه كمان السيتوتروفوبلاست والسنسيتوتروفوبلاست. مع تقدم ايام الحمل البلاسينتال بارير بيقل في السمك بتاعه عشان يسمح بالاكستشينج اوف ماتيريال بمعدل سريع. لو حبينا نعدد الوظائف بتاع البلاسينتا ممكن نقول انه البلاسينتا بتؤدي وظائف كتيرة ومهمة بل وحيوية بالنسبة للطفل. لعله أهم الوظائف دي هي الـ exchange of material, exchange of oxygen, nutrients, waste products من الـ maternal blood للـ fetal blood والعكس. كمان البلاسينتا بتعتبر good barrier against passage of most organisms من الدم بتاع الأم إلى الدم بتاع الفيتس. ومع ذلك بعض الدراجز وبعض المايكرو اورجانيزمز بيمكنها العبور من البلود اوف ذا ماذر للبلود اوف ذا فيتس وده ممكن يؤثر عليه سلبا ويؤدي الى بعض التشوهات او البيرث ديفكتس. تعالوا نلخص وظائف البلاسينتا ونقول ان البلاسينتا ممكن نعبر بثلاث جمل مهمه. نقول البلاسينتا از ذا فيتال دايجستيف سيستم, بلاسينتا از ذا فيتال يورينري سيستم, بلاسينتا از ذا فيتال respiratory system, واخيرا جمله رابعه ومهمه البلاسينتا بتؤدي endocrine function هامه للغايه. البلاسينتا هي digestive system لانها بتمد الطفل بكل النيوترينت ماتيريال من دم الام الى دم الطفل. كمان هي بتمده بالاكسجين وتاخد منه الويست برودكتس بتاعته الكربون دايوكسيد والويست برودكتس, فممكن نعتبرها الفيتال لونج او الفيتال كيدني. كمان البلاسينتا بتطلع مجموعه من الهرمونز اللي بتساعد على بقاء الحمل طول فترة الحمل. أشهر الهرمونز دي هي البروجسترون والإستروجين. السؤال اللي بيطرح نفسه بعد كده إيه هي الكونجينيتال أنوماليز أوف ذا بلاسينتا؟ لعله أول الكونجينيتال أنوماليز دي هي إنه البلاسينتا تبقى عبارة عن ممبرين, وأسميه البلاسينتا دي ديفيوز بلاسينتا أو بلاسينتا ممبريناسا, ودي حالة من الحالات اللي بيفضل فيها الكوريون ليفي وما بيضمحلش. أيضا من العيوب بتاعة البلاسينتا أو الأنوماليز بتاعتها بلاسينتا باي بارتيشيا أو بلاسينتا تراي بارتيشيا, وفيها البلاسينتا بتنقسم إلى 2 أو 3 أو مور لوبس. ممكن كمان البلاسينتا تتكون من فصين, فص كبير وفص تاني صغير اسميه اكسسوري لوب, واسمي الحالة دي بلاسينتا ساكسنتوريتا. في كمان ابنورماليتيز في الاتاتشمنت بتاع البلاسينتا, اي انه البلاسينتا ممكن تبقى اتاتشد في المكان الطبيعي بتاعها اللي بيحصل فيه implantation عند الـ posterior wall of the uterus بالقرب من الفندس, لكن في احيانا البلاسينتا الاتاتشمنت بتاعها بيبقى abnormal ودي بنسميها بلاسينتا بريفيا بدرجات متفاوته. ممكن تحصل الاول بالقرب من السيرفكس واسميها low lying placenta, او عند حدود السيرفكس واسميها marginal placenta, او يبقى الـ implantation على سطح السيرفس واسميها complete placenta previa. ده شكل تاني للبلاسينتا بريفيا بدرجاتها المتفاوتة. في أول درجة اسمها بلاسينتا بريفيا لاتراليز, ودرجة تانية اسمها بلاسينتا بريفيا مارجيناليز اللي على حدود السيرفكس, أما الدرجة الصعبة والأخيرة البلاسينتا بريفيا سنتراليز اللي فيها البلاسينتا على سطح السيرفكس, ودي بتؤدي إلى نزيف خطير قد يهدد حياة الأم والطفل معا. واحدة من الكونجينيتال انوماليز التانية بتاعة البلاسينتا اللي فيها البلاسينتا
فيها peripheral attachment لل umbilical cord أو marginal attachment لل umbilical cord، ولا سميها battle door placenta. أيضا من الأنوماليز الخطيرة بتاعت البلاسينتا حالة اسمها بلاسينتا أكريتا أند بلاسينتا بيركريتا. في البلاسينتا أكريتا بيحصل في penetration للبلاسينتا إلى مسافة قليلة داخل الميومتريوم أو الجدار العضلي بتاع اليوترس. أما في البلاسينتا بيركريتا فبيحصل penetration لمسافة كبيرة داخل جدار اليوترس، وفي كلا الحالتين البلاسينتا ما بتنفصلش بالكامل عن جدار اليوترس، وده بيؤدي إلى حدوث نزيف شديد ممكن يهدد حياة الأم. بعد ما استعرضنا مع بعض الفيتال ميمبرينز هناخد نبذة بسيطة عن النورمال ليبر وازاي تحصل. النورمال ليبر بتحصل في ثلاث مراحل. أول المراحل دي بيحصل دايلاتيشن للسيرفكس، ثم المرحلة الثانية اللي بيمر فيها الامبري أو بيمر فيها البيبي عبر البيرث كانال إلى الخارج، وده المنظر اللي احنا شايفينه اللي فيه بيبتدي يمر الفيتس عبر البيرث كانال إلى الخارج. ثم المرحلة الثالثة بعد ولادة الطفل بتبتدي تنفصل البلاسينتا عن طريق اليوتراين كونتراكشن، بتنفصل البلاسينتا ثم تعبر إلى الخارج. دي ولادة البلاسينتا، ودي المراحل الثلاثة بتاعة النورمال ليبر. آخر الموضوعات اللي هنتكلم فيها في محاضرة النهاردة هو المالتيبل بريجننسي أو التوين بريجننسي. كلمة twins أو التوأم معناها pregnancy in more than one embryo at the same time، وغالبا بيبقى الحمل في طفلين مع بعض، لكن ممكن يبقى triple، ثلاثة أو أكتر، أربعة، خمسة، وأحيانا ستة. التوينينج يعني simultaneous birth of two babies. التوينز نوعين، النوع الأول هسميه dizygotic أو binovular twins، ودول عبارة عن two ova بيطلعوا من الأوفري أو من two ovaries، وكل ova منهم بتبقى fertilized by separate sperm، ودول عبارة عن اتنين إخوات كل منهم طالع من separate ovum و separate sperm. الإخوات الاتنين دول ممكن يكونوا من نفس السكس أو يكونوا من سكس مختلف، اتنين اخوات ممكن يكونوا متشابهين او مختلفين. كل واحد منهم بيبقى له كيس حمل لوحده، احيانا ممكن الاتنين يشتركوا في بلاسينتا وفي كوريون واحد، لكن الاغلب انهم كل واحد منهم بيبقى له بلاسينتا منفصلة ويبقى له كوريون منفصل. النوع الثاني من التوينز هسميه مونوزايجوتيك توينز، وده بيحصل لما one ovum تبقى fertilized بone sperm ثم يحصل splitting ليهم الى two embryos. ممكن يحصل splitting ده بدري عند مرحلة two cell stage، وممكن يحصل splitting ده later on. عشان كده احيانا نلاقي الطفلين دول كل منهم ليه بلاسينتا منفصلة وليه كوريون منفصل، او احيانا نلاقي ليهم بلاسينتا وكوريون واحد لكن ليهم two amniotic membranes، وفي بعض الأحيان نلاقي ليهم single placenta مشتركين فيها، مشتركين في one chorion، ومشتركين كمان في one amniotic cavity. لو الطفلين كانوا مشتركين في نفس البلاسينتا أحيانا ممكن واحد منهم ياخد قدر أكبر من blood supply، فالنمو بتاعه يكبر عن أخوه ويبقى واحد منهم الحجم بتاعه اكبر من التاني بشوية. في بعض الاحيان ما بيحصلش فصل كامل ما بين التو توينز، ويبقى عندنا حالة مرضية مشهورة اسمها التوأم الملتصق او الكونجوينت توينز، وممكن الالتصاق بتاعهم يبقى في منطقة الصدر والبطن زي ما احنا شايفين، واسمها سوراكوبيجوس. ممكن الالتصاق يتم في منطقة الراس زي الحالة المرضية اللي احنا شايفينها دي، واسمها كرينيوبيجوس. وممكن الالتصاق يبقى بمنطقة الظهر عند المقعدة، وأسمي الحالة دي بايوبيجوس. أحيانا واحد من التوينز دول بيوصل له كم قليل من البلاد سبلاي، فالكونجوينت توينز يتولد واحد منهم كبير
والتاني حجمه صغير وضامر لكنه مازال ملتصق بأخوه، وأسمي الحالة دي parasitic twin أو التوأم الطفيلي أو التوأم المتطفل. وأدي مثال تاني للparasitic twins اللي فيه الواحد من التوينز دول طبيعي والتاني عبارة عن منطقة الهيدن دينيك والأبر بارت بتاع الثوركس وبس.